السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله مع درس العنقود. هذا هو العنقود اللي إن شاء الله راح نخدموه مع بعض. كما راكم تشوفوا هذه البياسة خدمتها بلا الجوهر، وهذه درنا فيها الجوهر. لاحظوا جمال الموديل، إن شاء الله يعجبكم. راح نبدأ على بركة الله. بسم الله، أول حاجة راح نخدمو هذا الجزء الأخضر اللي هو الأغصان ولا الأساس تاع العنقود. راح نخدمو هذا المنطقة الخضراء. أنا هنا يا خيرت عندي زوج لوان، عندي لوفير كلير وعندي لوفير فونسي مسلك، خلطهم مع بعضهم وعطوني نتيجة كما راكم تلاحظوها. هي النتيجة، نبدأ بسم الله. عفوا، راح ندير عقدة البداية بسم الله. ها هي عقدة البداية. راح ندير سلسلة فيها ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وراح نغلق دائرة تاعي. دائرة راح نطلع ثلاثة سلسلة، نطلع ثلاثة سلسلة ونختم خمسة عمود. مع هذيك السلسلة اللي عندي راح يولي لي ستة عمود، يعني السلسلة تاع ثلاثة الأولى بمثابة عمود، ومن بعد عمود ثاني، عمود ثالث، عمود رابع، عمود خامس، وعمود سادس. راح تحصل على هذا الشكل هكذا. بعد راح ندير سلسلة فيها خمسة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة. راح نقلب العمل ونروح للفراغ الأول، هذا ندير غرزة حشو، ندير سلسلة ونزيد نقلب العمل، راح نتحصل على هذا الشكل. الآن نروح نخدمه في هذه السلسلة هذه، يعني الخدمة تاعنا هذه راح تكون في وسط هذه السلسلة. وش راح ندير؟ راح ندير غرزة حشو في الفراغ، غرزة حشو. راح ندير واحد اثنين ثلاثة أربعة، سلسلة فيها أربعة. راح نلوي الخيط مرتين، ندخل الكروشي في الفراغ ونسحب الخيط، راح نتحصل على ربع خيوط فوق الكروشي. نسحب الخيط الاول، خيط واحد فقط، ومن بعد نسحب اثنين واثنين واثنين هكذا. بعد واحد اثنين ثلاثة سلسلة، نروح للفراغ هذا اللي درنا فوقه هذا الدبل بغيض اللي درنا فوقه العمود بلفتين، راح نخدم فوقه غرز الحشو. راح نعاود لكم، قلنا نديرو غرزة حشو في الفراغ. ها هي راح ندير سلسلة فيها أربعة، وراح ندير عمود بلفتين، لكن الفرق اني هذا الخيط الاول نهزو وحده. عادة العمود بلفتين نهزو اثنين اثنين اثنين، انا راح نهز اربع مرات، يعني راح نهز الخيط الاول ومن بعد نهز اثنين واثنين واثنين، راح يجيني عمود بلفتين نوعا ما طويل هكذا. من بعد ندير ثلاثة سلسلة هكذا ونروح للفراغ هذا وين فوق العمود بلفتين، ندير غرز الحشو. راح ندير واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، والسادسة راح تكون في الفراغ هذا، خمسة لهنايا والسادسة راح تكون في الفراغ هذا هكذا. نغلقوا بها هذا الغصن هكذا، حيجيني الغصن هكذا. لاحظوا العمل كيفاش راح يجي. نعاودوا نفس الشيء، واحد اثنين ثلاثة أربعة، عمود بلفتين، نسحبوا خيط واحد المرة الأولى، وبعد اثنين 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 هكذا.
بعد. سلسلة فيها ثلاثة ونروح فوق العمود نديرو ورز الحشو خمسة فوق العمود، واحدة اثنين ثلاثة أربعة وخمسة، ومن بعد السادسة راح تكون فوق هذه السلسلة تاع البداية ماشي فوق العمود. لاحظوا تحصلوا على الغصن الثاني، نزيدوا نفس الشيء واحد اثنين ثلاثة أربعة والعمود بلفتين نسحب مرة، وبعد اثنين 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 ثلاثة سلسلة وغرز الحشو فوق العمود، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة والسادسة في الفراغ تاع البداية. نزيد نفس الشيء واحد اثنين ثلاثة أربعة والعمود بلفتين ثلاثة سلسلة وغرز الحشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة والسادسة في الفراغ هكذا. من بعد واش راح نروح ندير؟ راح نروح لهذا العمود الاخر هذا وندير منزلقة وسلسلة ونقطع الخيط. هكذا نكون كملت الجزء الاخضر. قبل ما نفوت للجزء الفوقاني تاع العنقود راح نتخلص من هذا الخيوط هذه. اول حاجه انا عندي هذه هي الجهه الاماميه تاع العمل، راح نسحب الخيط هذا للوراء، نقلب العمل وندخل هذا الخيط، نحاول اني نعقده من الوراء هكذا. لازم نخفيه لانه الخيوط لكن قاعد لكم خيط راح يبشعل لكم العمل ويجي العمل تاعكم ناقص اتقان وما يجيش مليح. هذا ثانيك راح نخفيه لهنايا هكذا. الان هذا الزوائد هذا نخلي غير شويه ونقص الباقي، هذا ثانيك نقصلو هكذا شويه. لاحظوا خليت غير اطراف. الان بالبريكي راح نحرق، لاحظوا الوراء كيفاش يجي صافي ما فيه والو، والامام كيف كيف ما فيه والو. الان نروح للجزء الفوقاني. انا هنايا ما درتش، هنا ما درتش الجوهر وهنا درت الجوهر. لهنا استعملت هذا الخيط البرتقالي، هنا استعملت هذا الوردي، لهنايا استعملت هذا الحرير واستعملت هذا حرير وردي فونسي هكذا شويه مسلك كيما عودتكم. انا نستعمل ديما واحد حرير سامبل وواحد حرير مسلك. بالنسبه للالوان ممكن انكم تميلونجيو زوج الوان ما يتشابهوا ما مختلفين راح يعطيوكم نتيجه حلوه. لهنا كي نشوفوا هذو الزوج ماهمش زي بعضهم بصح العمل شوف كيفاش خرج، يعني في الحقيقه يبان احلى يعني من الكاميرا. انا لانه هذا ما بقاليش بزاف مانيش راح نستعمله، راح نستعمل هذا اللي كنت نعدته لكم من قبل، هذا الخيط التركي راح نجربوه ونشوفوا العمل تاعو. هذا الحرير التركي كنت شريت الكبه تاعو ب 5000، ما على باليش واذا هذا هو البري ولا شريته غالي ما على باليش. لاحظوا هذه الكبه صغيره فيها 20 غرام، لاحظوا فيها 20 غرام، هاهي اويا دونتيل ماركة تركية
هذه ماركه تركيه. لاحظوا السمك تاع الخيط بخسك كيما السمك تاع الخيط الجزائري، كيف كيف زي بعضهم. لهذا راح نستعملهم في اثنين، راح نستعمل هذا الحرير العادي، وبما انه هذا مسلك راح نستعمله في بلاصه المسلك تاعنا. هكذا راح نمشيهم مع بعضهم هكذا، ونشوفوا مع بعض النتيجه اللي راح نمدها. راح ندير عقدة البداية هكذا، راح نهز هذا البياسة تاعي ونروحو ندخلو الخيط في هذا السلسلة تاع ثلاثة. هذه السلسلة اللي كنا خدمناها فيها ثلاثة، راح ندخل فيها الخيط هكذا ونسحب، ندير غرزة حشو هكذا. وإلا حبينا ما نبداوش طول بغرزة الحشو، راح نبدا الساعة بمنزلقة هكذا، ومن بعد ندير غرزة الحشو وحدها هكذا. الآن واش راح ندير؟ راح ندير 1 2 3 4 5، ندير سلسلة فيها خمسة، ومن بعد ندير العمود بلفتين كيما خدمناه لهنا نفسه. راح ندير نلف الخيط مرتين وندخله في هذا السلسلة هذه تاع ثلاثة، نسحب مرة واحدة ومن بعد مرتين ومرتين ومرتين. لاحظوا اللون جا هايل. الآن راح ندير سلسلة واحدة وراح نعمر فوق العمود، يعني راح نلف الخيط ندخل هكذا بلا ما نغلق، نزيد نلف الخيط وندير المرة الثانية ونزيد نلف الخيط ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، والعشرة راح تكون في السلسلة، العشرة راح تكون في السلسلة الخضراء هكذا، ونغلق كل شيء مع بعض هكذا. بعد راح ندير السلسلة هكذا، راح تغلق لي العمل، ندير سلسلة اثنين ثلاثة أربعة هكذا، كنا هكذا درت السلسلة فيها أربعة. راح نقلب العمل وندير غرزة الحشو في هذا الفراغ هذا وين درنا السلسلة الأولى، في هذا الفراغ راح ندير هكذا غرزة حشو وندير سلسلة واحدة ونعاود نقلب العمل، نتحصلوا على هذا الشكل. عندي سلسلة هذه الفوق، سلسلة هذه الفوق راح ندير فوقها خمسة عمود هكذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هكذا. هذا بالنسبة للبياسة اللي ما درتش فيها العقاش، راح يكونوا في الرؤوس هذو دائما خمسة غرزة حشو. لكن إذا استعملت العقاش نولي ندير، قلنا هنا نديرو خمسة، كي نديرو العقاش نولي واش نخدم؟ نخدم اثنين غرزة حشو، والغرزة الحشو الثالثة راح نعوضها بالعقاشة ونكمل زوج الاخرين. لاحظوا هكذا راح نستعمل العقاش، ها هو اللي يحب يستعمل، اللي اقل يستعمل. راح ندير العقاشة هكذا في الكروشي هكذا، ونسحب الخيط تاعي عبر الجوهرة هكذا. فوالا ها هو كيفاه يجي، هذه راح تعوض لي غرزة الحشو الثالثة، ونكمل الرابعة والخامسة. هذا فقط الفرق ما بين هذه وهذه، هذه فيها خمسة غرزة حشو، هذه فيها اثنين غرزة حشو وجوهرة واثنين غرزة حشو فقط، هذا هو الفرق. الآن كنت عندي سلسلة تاع خمسة منا، نزيد سلسلة تاع خمسة منا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وراح نروح لهنايا لنقطة البداية
في الفراغ ندير غرزة حشو كيف كيف هكذا. راح نغلق هاد الجهة تاعي، لاحظوا كيف تخرج. الآن راح ندير سلسلة، واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة سلسلة. راح نروح للفراغ هذا تاع سلسلة تاع ثلاثة هذا، وندير غرزة الحشو ونعاود نفس العمل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وعمود بلفتين، نهزو الخيط الأول ومن بعد اثنين اثنين واثنين، ندير غرزة واحدة ونبدأ نعمر نلوي الخيط وندخل فوق العمود ونسحب هكذا، واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة والعشرة لهن فوق هذا السلسلة تاع البداية، جملهم هكذا مع بعضهم ونسحب هكذا كل شيء مع بعضه بيدي برك نعدلهم. نغلق هكذا بسلسلة ندير اثنين ثلاثة أربعة، نقلب العمل ندير غرزة حشو لهنا في الفراغ هذا، ندير سلسلة ونعاود نرجع نقلب، ندير غرزة الحشو الأولى وغرزة الحشو الثانية، ونروح ندير العقاشة أو الجوهرة أو اللؤلؤة، نسحبها ونسحب الخيط هكذا ونزيد اثنين غرزة حشو هكذا، وخمسة سلسلة، ثلاثة أربعة خمسة، ونروح للمكان الأول وندير غرزة الحشو هكذا، نزيد واحد اثنين ثلاثة، ونروح للفراغ الثالث ندير غرزة الحشو. بهذه الطريقة راح نكمل، درنا الأولى نزيدو الثانية نزيدو الثالثة ونزيدو الرابعة، أنا راح نكمل حتى للرابعة ونرجع لكم. ها هي النتيجة كيفاش تكون، هكذا راح نتحصل على أربع وحدات. الآن وش راح ندير؟ الآن راح ندير سلسلة فيها ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة هكذا، سلسلة فيها ثلاثة ونقلب العمل. كي نقلب العمل راح نهبط هذو لهنايا هكذا، وهذا السلسلة اللي ما بين وحدة وحدة راح ندير فيها غرزة حشو وثلاثة سلسلة وغرزة حشو هكذا، في السلسلة اللي ما بين وحدة وحدة غرزة حشو ثلاثة سلسلة غرزة حشو، بعد ثلاثة سلسلة ونروحو للوحدة الثانية ما بين من هذه وهذه، هذه الوحدة هذا السلسلة تاع ثلاثة، ندير فيها كيف كيف غرزة حشو وثلاثة سلسلة وغرزة حشو، بعد ثلاثة سلسلة ونزيد ما بين هذه وهذه كيف كيف هكذا، نخدم من الوراء نزيد ندير غرزة حشو ثلاثة سلسلة وغرزة حشو. لاحظوا الفراغات راح نتحصلوا على ثلاثة. الآن راح ندير سلسلة ونقلب العمل، لاحظوا لهنا في هذا الفراغ هذا تاع ثلاثة اللي درناه راح نزيد ندير نفس الشيء، راح ندير غرزة حشو هكذا وندير خمسة سلسلة، أربعة خمسة هكذا، وندير عمود بلفتين كما تعودنا، ها هو العمود بلفتين، ندير سلسلة ونعاود نفس الوحدة، نلف الخيط وندخله في العمود، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، ونروحو للفراغ تاع ثلاثة سلسلة نكملو العشرة، ونسحبو الخيط كامل مع بعضه، واحد اثنين ثلاثة أربعة كيما درنا الخطرة الأولى، نقلب العمل وندير غرزة الحشو لهنا في الفراغ هاهي، ندير سلسلة ونعاود نقلب العمل، نرجع كيما كنت ندير غرزة حشو الأولى وغرزة حشو الثانية، ونجيب
هكذا العقاشة ونسحب الخيط عبر ثقب الجوهرة هكذا، ونكمل غرزة حشو ثالثة، غرزة حشو الرابعة هكذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة عفوا سلسلة تاع خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ونروح للفارغ تاع ثلاثة سلسلة ندير غرزة الحشو. لاحظوا راح تتكون لي لهنا، هذو نخليهم في الأمام هكذا، كنا قلبناهم هنيك نخليهم هكذاك باش نخدمو. لاحظوا راح عندي ثلاث فراغات، واحد اثنين وثلاثة، نخدم فيهم نفس الخدمة اللي خدمناها النهار الأول، يعني راح نزيد ندير ثلاثة سلسلة ونروح لهذا الفارغ تاع ثلاثة سلسلة، هذا ماشي هذا، هذا هكذا، ونزيد نفس الشيء اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وراح نزيد ندير وحدة جديدة، يعني راح ندير واحد اثنين وثلاثة ما بين هذو، يعني السطر الأول راح يكون فيه، لاحظوا السطر الأول، لاحظوا كيفاش راح يكون هذا العمل، راح نبقى نعود فيه. عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا تاع السطر الأول، بعد السطر الثاني فيه واحد اثنين ثلاثة، السطر الثالث فيه اثنين، والسطر الرابع فيه واحدة، يعني هذا الأخير فيه واحدة، بعد اثنين، بعد ثلاثة، وبعد أربعة لهنايا. هام عندي الأربعة تاعي الأولين، هبطهم هكذا باش يبان لي العمل، راح يبان لي فراغات تاعي اللي عندي وحدة هنايا، وحدة هنايا، وحدة هنايا. راح نكمل حتى لهذه، نخدم ثلاثة ونرجع لكم. ها هو، ها هي النتيجة بعد ما كملت هذا السطر الثاني تاع الوحدات. لاحظوا الأول فيه أربعة، كي نهبطوا الأربعة هذا تاعنا نحصلوا على ثلاثة. الآن الفراغات ما بين هذا وهذا راح يكون فيهم السطر الثالث، يعني السطر الثالث راح يكون فيه وحدتين. لهنا في الحاشية نخدموا ثلاثة سلسلة ونقلبوا العمل، نهبطوا هذو هكذا باش يبان لي، يبانوا لي هذا السلاسل اللي ما بين الوحدات. راح نروح للسلسلة هذه اللي ما بين وحدة ووحدة، حندير فيها غرزة حشو، واحد اثنين ثلاثة سلسلة وغرزة حشو هكذا، غرزة حشو ثلاثة سلسلة وغرزة حشو، نزيد ندير ثلاثة سلسلة ونروح ما بين الوحدة الثانية والثالثة لهنايا، نزيد كيف كيف ندير غرزة حشو ثلاثة سلسلة وغرزة حشو. السطر الثالث هذا فيه غير وحدتين، راح ندير سلسلة ونقلب العمل، نخليهم هذو هابطين باش يبانوا لي الاماكن وين ندير، ها هو المكان وها هو المكان، يعني راح ندير هنايا غرزة حشو ونطلع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وندير عمود بلفتين، نسحبو الاولى وبعد اثنين 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 كما تعودنا، وسلسلة ونعمرو، نلوي الخيط ندخل مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، والعشرة راح تكون في الفراغ هذا الأول، العشرة راح تكون هنا، ونغلقهم هكذا، نديرو واحد اثنين ثلاثة أربعة هكذا، نقلب العمل وندير غرزة الحشو كالعادة هنايا، بعد سلسلة ونعاود نقلب العمل على جهته، وندير غرزة الحشو الأولى وغرزة الحشو الثانية، نجيب العقاشة ونسحب الخيط داخلها هكذا، ونكمل اثنين غرزة حشو في نفس الفراغ هكذا. الآن
واش مازال سلسله تاع خمسه هكذا، سلسله فيها خمسه وغرزه الحشو هكذا. بركة سلسله تاع ثلاثه، نحاول اني نزرب شويه ونروح للفراغ الموالي وندير غرزه حشو ونطلع 1 2 3 4 5. لاحظوا العمل كيفاش يجي، ندير عمود بلفتين كما تعودنا. لاحظوا ها هما الفراغين واضحين تماما. الآن السلسلة ونعمرو فوق العمود 10 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، والعشرة راح تكون في السلسلة تاع البداية هكذا. ونغلقو مع بعض 1 2 3 4، ونقلب العمل وندير غرزة حشو في السلسلة تاع خمسة، بعد سلسلة ونعاود نقلب العمل على جهته وندير غرزتين حشو ونجيب العقاشة وندخل فيها الخيط ونكمل غرزة الحشو الثالثة، غرزة الحشو الرابعة هكذا، وسلسلة تاع خمسة ثلاثة عفوا 1 2 3 4 5، وغرزة الحشو في السلسلة تاع البداية تاع الوحدة. لاحظوا تشكلوا لي 2، لاحظوا العمل كي نعدلوه كيفاش يجي، راح يجي 4 من بعد 3 من بعد 2. الان راح تبقى لي فرد وحدة، راح ندير 3 سلسلة ونقلب العمل ما بين هذه وهذه، ما بين الوحدة هذه وهذه، راح ندير في السلسلة اللي بيناتهم غرزة حشو وفراغ وغرزة حشو، ندير سلسلة ونعاود نقلب العمل ونخدم الوحدة الأخيرة فوقها فوق هذه السلسلة. ندير غرزة حشو 1 2 3 4 5 وعمود بلفتين وسلسلة. لاحظوا تبقى لي فرد فراغ ونعمرو 10 مرات هكذا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، والعشرة راح تكون هنا هكذا، ونغلقوهم كامل مع بعضهم، نعدلوهم باليد ونديرو 1 2 3 4، نقلبو العمل ونديرو غرزة حشو في الفراغ هذا تاع خمسة سلسلة، نديرو سلسلة ونعاود نرجع ونعمر للمرة الأخيرة غرزة حشو واحدة وغرزة حشو واحدة. دخل الكروشيه، لاحظوا مرات يكون عندي جواهر اللي الثقوب تاعها صغيرة بالسيف ما تعدي، وكاين حتى اللي ما تعديش. حاول اني ندخل فيها الخيط هكذا ونكمل غرزة الحشو الثالثة والرابعة، ونكمل السلسلة 1 2 3 4 5، وغرزة الحشو الأخيرة في الفراغ، ولهنايا راح تكون لي النهاية. لهنا حندير منزلقة ونقطع الخيط. لاحظوا العمل، نحاول اني نروح للوراء نخفي هذا الخيوط كما تعودنا، انه ما نخليوش الخيوط باش ما يبشعوناش العمل هكذا. نزيد نحاول اني نخفيه تماما ما يبانليش نهائيا.
هكذا، نحاول اني نقص هذا الطويل، وفوق هذه الوحده نحاول اني نحرق هذه الحاشيه من الوراء تاع العمل. اكيد نزيد هذه تاع البدايه كيف كيف، نروح للوراء ندخلها في الخيوط اللي من الوراء، ندير عقده ونزيد عقده ثانيه. نشتي نعقد، انا نحب نعقد لهنايا على خاطرك الحرير نخاف لا يتحل، نعقد مليح ونزيد نحرك بالبريكي باش مضمن انه العمل تاعي ماهوش رايح يتحل. فوالا لاحظوا النتيجة، عندي السطر الاول، ها هو السطر الاول فيه 4، السطر الثاني فيه 3، ومن بعد 2، ومن بعد الاخيرة ها هي نحطوهم باليد ولا نحددوهم. وها هي النتيجة، هكذا نكون خدمت معكم العنقود ان شاء الله يعجبكم. ها هو العنقود بثلاث الوان، هذو نوعا ما يتشابهوا، وهذا بالبرتقالي ان شاء الله. تنال اعجابكم هذا البياسة، وان شاء الله تجربوها وتبعثوا لي نشوف التطبيقات تاعكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.